أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل يقول: هل زيارة الوالدين في قبرهما هل هي من البر بهما وهل يأنسون بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر له فلم يؤذن له. فزيارة الوالدين في قبورهما من الزيارة، والنبي يقول: كنت نهيتكم، قد نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا استحضر في ذهابه لزيارة والديه في المقبرة أن يدعو لهما هذا حسن، ولكن عليه أن يحرص على الالتزام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يأتي بأشياء ليس لها أصل، لأنه يخشى أن ترد عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وزيارة المقابر تزار للسلام عليهم والدعاء لهم والاستذكار بأن هذه هي المنازل الحتمية. فزيارة القبور تذكر بالآخرة، من كان في سكن مريح ينظر إلى هؤلاء المتجاورين لا يتناولون من بعضهم من شيئا، وفي ضيق وفي وضع، لكن أهل التقى يكون في رياض من رياض الجنة، وأهل الشقاء نسأل الله العافية من حالهم.